الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نتحدث في فواتح سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذه ممكن تكون فأوحى إلى عبده ما أوحى، يكون فيها قول طويل عريض، لأنه كما تلاحظوا إذا كان بدنا نفسر الموضوع، نفسر إنه جبريل عليه السلام، فبصير في إشكال إنه فأوحى إلى عبده. لذلك العلماء قالوا فأوحى يعني جبريل إلى عبد الله. طب الله سبحانه وتعالى يعني خلال النص كله ما شفناش إنه إذا كان بده يكون جبريل عليه السلام. لاحظوا كمان مرة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذا بدنا نقول شديد القوى جبريل، مش هيك؟ إذا بدنا نقول جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. لا، ها، ثم دنا مين؟ جبريل. فتدلى يعني جبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. ليش مش فأوحى إلى عبدنا؟ ليش مش فأوحى إلى عبد الله؟ مش هيك؟ معناته لابد من إعادة النظر في الآيات، لأنه في إشكال هون. إذا فسرنا على أنه جبريل عليه السلام معناته فأوحى إلى عبده، عبد مين؟ عبد مين؟ طبعا هو كما قلت حلوها المفسرين، قالوا فأوحى لأنه مفهوم أنه عبده يعني عبد الله. طب مش مذكور في النص، كيف بيرجع الضمير ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده؟ دنا تدلى فأوحى إلى عبده. إذن فأوحى إلى عبده ما أوحى. طبعا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. في مرة ثانية رآه فيها، رأى مين؟ جبريل عليه السلام. هذا اللي يبدو لأول وهلة، بعدين من الآن نبدأ نفسر إن شاء الله. فهي الآيات يعني بدنا نمشي شوية شوية بحذرها، لأنها بدها تفصيل، لأنه لابد دائما أنه يكون الأمر بليغ. فأوحى إلى عبده إذا بدها تكون إلى جبريل، هو طب كيف يعني جبريل أوحى إلى عبده؟ والكلام بليغ، والكلام بليغ. والنجم، إذن هنا القسم بالنجم. وال يعني والغريب في الموضوع انه هناك من يقول انها الثريا، هناك من يقول الشعرة، النجم الشعرة. طب ليش؟ ليش؟ ايش الدليل على انها الثريا؟ ايش الدليل على انها الشعرة؟ واعطوا اسماء اخرى. طبعا الشعرة مذكورة في السورة، الشعرة مذكورة. أه
والنجم، ايش بتبادر لذهنكم انتم اول ما يتبادر؟ انه هو قسم بايش؟ بالنجم. ايش هو النجم؟ يعني ال هذه ال، كيف لما نقول الانسان؟ هذه جنس الانسان، جنس الانسان بشكل. المرأة، الرجل، يعني امرأة بعينها؟ لا. رجل بعينه؟ لا. انسان بعينه؟ لا. الانسان، النجم، النجم. اذا القسم بالنجم، وننسى التفصيلات اللي تعطى، اقوال كثيره، قيل كذا وقيل كذا وقيل. ليش قيل؟ ليش السوره اللي قبلها اللي هي سوره الطور، مين بذكر اخر ايه فيها؟ ها، ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. بعدين والنجم، ومن الليل، السورة اللي قبلها مباشرة اللي هي سورة ايش؟ الطور. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. النجوم هون جنس النجم، خلاص جنس النجم بدون أي تفصيل كان. طيب إذا منحبش نخوض الآن فيما خاض وفي قيل وقيل وقيل. لا، هو النجم خلاص مفهوم النجم شو هو. طب ايش النجم صحيح؟ اذا بتذكروا بدنا نذكركم شويه. في نجم، في نجم وفي كوكب باختصار، لانه احنا ذاكرين ومفصلين. النجم فيه معنى طلوع وظهور، بيطلع وبيظهر. ولذلك بنقول مثلا نجم عن القضيه الفلانيه كذا وكذا. شو يعني نجم؟ نتج عنها وظهر وبرز شيك. فالنجم إذن هو سمي نجم من جهة إيش؟ ظهوره، من جهة طلوعه، أنه بيطلع وبيظهر، وغالبا فيه علو. وإيش فيه؟ علو، علو. هذا النجم. إذن والكوكب، الكوكب فيه تجمع، معنى تجمع. فليش سمي الكوكب كوكب؟ لأنه تجمع الأنوار بكون إضاءته شديدة، لأنه أنواره متجمعة إضاءته شديدة. وليش سميت كوكبة الفرسان كوكبة؟ لأنهم بيكونوا جايين مع بعضهم، مجتمعين، مجتمعين مع بعض وماشيين. إذن التفريق بين نجم وكوكب اللي هو في الناحية العلمية هذا بعنيناش، هذا اصطلاح معاصر. بدنا نفرق بين نجم وكوكب، والنجم يضيء بذاته والكوكب بيعكس الضوء. لا، هذا في اللغة العربية ما له علاقة، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. لكن هو النجم من جهة كونه إيش؟ يظهر، بيطلع وبيظهر، وفيه علو، علو. والكوكب من جهة اجتماع أنواره، يعني النجم نفسه كوكب. النجم كوكب لما بيكون مضيء إضاءة شديدة في بعض النجوم، نقول كوكب على اعتبار اجتماع الأنوار، لأنه إذا الكوكب فيه معنى التجمع، والنجم فيه معنى الظهور. ولذلك قلنا ينجم عن القضية الفلانية كذا وكذا وكذا، ونجم عن إلى آخره. مستخدم ولا مستخدمش؟ طيب، لكن هون لما قال والنجم، إذن يقسم بالنجم المعروف لنا، مش نجم بعينه، مش نجم. هذه ال اللي إيش؟ اللي بتدخل على الجنس عموم، عموم ما يسمى نجم. طيب يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم، والنجم إذا هوى. إذن هون القسم مش بالنجم، القسم هنا مش بالنجم، وإنما بالنجم في حالة إيش؟ كونه يسقط. لأنه شو معنى هوى؟ سقط، معناته من فوق لوين؟ لتحت، من فوق لتحت، سقوط. بس غالبا نحن نستخدمه على فكرة مش بمجرد السقوط، فيه سقوط ايش؟ فيه يعني سرعة. هي مش غالبا نستخدمه بهل لما نقول هوى، مع انه هو بشكل عام. اذا هنا الهوي ايش بكون فيه؟ سقوط. هو نجم في الاعلى، معناته سقوطه، سقوط.
إذن هنا القسم بالنجم إذا سقط سقوطه هوى، لأنه من أعلى إيش قلنا أسفل، ولذلك هوى النفس، ورح تيجي كمان في الآية كمان شوي، هو يبدو ليش قالوا هوى الأهواء وهوى النفس، لأنها ميل عندك، ميلك وشعور، وشعور ميل الإنسان ومحبته لأشياء ما لها تحت، يعني الهوى مش بكون هيك ميل ومشاعر وشهوات هيك فوق فوق سامية، الهوى الهوى شو بكون؟ تدلي. لا يعني مش معناته ممنوع الهوى انه يكون موجود، بس يعني ايش دوره في الحياة. فالهوى له علاقة على فكرة، الهوي وله علاقة بالهوى، وما ينطق كمان شوي، وما ينطق عن الهوى. اذا الهوى اللي هو تمايل هيك ومشاعر ومحبة في اتجاه وين؟ في اتجاه الدنيا والماديات والشهوات وهالمسائل هاي تحت 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 بشيك. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم، وكأنه على فكرة بدي يقول لهم تعرفوا انتم لكم مصاحبينه 40 سنة، مش وعاش بينهم، مش عاش بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفوه من الميلاد حتى أرسل عليه السلام، عرفوا يعني مش واحد غريب اللي بنتكلم لكم عنه، انتم صاحبتوه. وفي محل ثاني شو قال؟ وما صاحبكم بمجنون. مش كانوا يتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بتهم ساحر ومجنون ها؟ هناك شو قال؟ وما صاحبكم بمجنون. هون والنجم إذا هوى سقط، ما ضل صاحبكم. صاحبكم تعرفوه ولا تعرفوهوش؟ عارفين تاريخه ولا مش عارفين؟ وما صاحبكم بمجنون. إذن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم وما غوى. وسبق إنه قلنا ضل قد يكون ضلال بمعنى إنه هو فاقد، ما بيعرف الطريق، لأنه هو ما بيعرف، هو ما بيعرف، يعني مش عن سابق إصرار. شو يقابل ضل؟ طبعا اهتدى، مش هيك؟ شو يقابل ضل؟ اهتدى، تمام. طب هو ممكن يضل الطريق لأنه بيعرفش ولا مش ممكن؟ ممكن. وممكن واحد يضل الطريق عن سابق إصرار، منقول عنه ضال مضل، بيكون مبتعد عن الطريق السوي عن سابق ايش؟ إصرار. لذلك لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. ايش يعني ضالا؟ يعني وجدك باحثا عن الحقيقة. ما هو الرسول كان يبحث عن الحقيقة اصلا، مش عاجبه كل ما هو في المجتمع وقتها من انحرافات في العقائد وغيرها، وكان يتحنث في شهر في السنة في غار حراء ويفكر، كل هذا مش مقنع اللي عند قومه، فهو يبحث عن الحقيقة. ووجدك ضالا فهدى. وموسى عليه السلام لما فرعون خاطبه وقال له انه انت قتلت نفس وفعلت فعلتك التي فعلت وانت ايش قال له؟ من الكافرين. شو رد عليه موسى عليه السلام؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، الباحثين عن الحقيقة. وهذه جميلة على فكرة، جيد نتوقف عندها شوي، دققوا معاي. فرعون إيش قال له؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. عارفين شو معناتها هاي؟ معناته موسى عليه السلام لما شب في قومه بين الفراعنة وكان عندهم عقائد، لاحظوا عليه انه كافر بعقائدهم، لانه مين اللي بيحكي قائد؟ مين اللي بيحكي؟ فرعون. وعلى اي اساس بيحكم؟ على اي اساس بيحكم؟
بحكم على أساس الكفر والإيمان على أساس عقيدته فرعون، مش هيك؟ مش أساس عقيدته بكل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إذن كاينين مجربين موسى إيش عليه السلام في شبابه، شو مجربينه؟ ما هذا العقيدة مش موافق هالعقيدة، إيش هالعقيدة هاي؟ فكانوا يعتبروه كافر بعقيدتهم. فكنه ولكن قبل نينو على اعتبار نشأ في القصور وإشي بطلع له يا خلاص ما دكوش على الموضوع كأنه هيك، بس كاينين معلمين انه ايش هو كافر بعقيدتهم. فشو رد عليه موسى عليه السلام وقال له فعلتها اذا وانا من الضالين، اذا انا فعلتها وانا باحث على الحقيقة. اذا هو كافر بمنظارهم لانه كان ايش مش قابل عقائدهم وباحث عن الحقيقة، مش قابل عقائدهم وباحث عن الحقيقة. لذلك شو قال؟ فعلتها اذا وانا من الضالين، تمام؟ ولذلك وجدك ضالا فهذا يعني باحث عن الحقيقة. هون الضال اللي مش قاصد، ولذلك ما ضل صاحبكم، اذا هون ضل ايش بمعنى وما غوى، يعني طالما انه محمد صلى الله عليه وسلم الان على اتصال بالوحي، وقريش لما سمعت منه هذه العقيدة الجديدة والدين الجديد اعتبروه ايش؟ كيف فرعون هناك اعتبر موسى عليه السلام، اعتبروا الرسول صلى الله عليه وسلم ضال، لانه المسألة متعلقة بطريقهم هم، متعلقة بطريقهم هم، هم بتصوروا انه الرسول ما ضل صاحبكم، لانه بمنظار قريش ايش؟ ما هو كل قوم هيك على فكرة، كل قوم هيك. ايش عقيدتهم؟ ايش فلسفتهم في الحياة؟ اللي بيخرج عن هالكلام هذا شو بكون؟ ضال. هم بيحكموا وفق مقياسهم، ما هو كل امة بتحكم وفق مقياسها، ونحن بنحكم وفق مقياس اللي شرعه الله سبحانه وتعالى مش البشر. لانه على فكرة اذا بدنا نترك احنا القيم مثلا لحكم الناس اشكال والوان، فلسفات مختلفة، وجهات نظر، ولذلك يأتي الدين ويوحد الناس حول مقياس محدد. الدين بيأتي بوحد، لأنه إذا ما وحدهمش الدين بدهم يتفرقوا حتما، بدهم يتفرقوا حتما، ويصيروا يحكموا على بعضهم بالضلالة على ضوء شهواتهم وتمايلاتهم النفسية وعاداتهم وتقاليدهم وأحقادهم وطرق تربيتهم المعوجة وتفاصيل، مش هيك؟ بحكموا على هذا الأساس. لذلك الدين بينزل، هاي لاحظوا الذي يضع الضوابط الخالق الذي خلق، مش احنا لما نصنع نبعث الكتالوج، واللي صنع بيبعث الكتالوج اللي هو الرسالات مش الناس تلتقي وتعرف كيف تتصرف، ثم هو خلق الكون اصلا وخلقك انت، فبالتالي هو اللي ممكن الناس تخضع له، والا اذا الناس بدها تشرع لي لا انا بفهم اكثر من الناس مثلا، ليش اقبل يعني شو بشرعوا لي الناس؟ اما ايش يشرع الله بعد اثبات ان الله هو اللي بشرع، بصير الناس كلها بتقبل. وذاك اليوم في قضية المواريث اذا بتلاحظوا في بلادنا ليش الناس خاضعة ببساطة؟ لانه الله. بس بكرة اذا دخلوا في قانون الميراث وصاروا بدهم يقسموا بعيد عن الله، شوف المشاكل وقتها. الناس خاضعة الان لانه الله اللي قسم. اذا بده يصير القانون اللي يقسم شو بصير؟ فوضى. بقول لك لا احنا منقبلش، لا ابدا ابدا، هم يدوب لما الله شرع يدوب بقسمه زي ما حكم. كيف لما بكرة هم بدهم ينحوا شريعة الله جانبا؟ هذول الناس اللي قاعدين بيعترضوا على الميراث مش مدركين، مش مدركين قيمة انه المشرع الله، وبالتالي الناس بتلتزم بس لانه الله في الماديات، هاي ماديات، وهو يشوف اخوها بده يروح الاموال لاخته ولا كذا، ليش بيقبل هو قاعد؟ الله قال. اما ما بصدقوا الناس وين تصير القانون اللي يقول، بعدين مندبرها مع القانون، مش هيك؟ ها طيب، ما ضل صاحبكم وما غوى، يقابل الغواية ايش؟ يقابل الغواية ايش؟ الرشد. هناك يقابل الضلال ايش؟ الهداية، ويقابل الغواية ايش؟ الرشد.
إذن مش من هو مش ضال، لا هو ضال للطريق عن غير قصد ولا هو ضال للطريق عن قصد، هيك سنتين هدول. لأنه اللي بيضل الطريق عن قصد معناته انحرافات منه، هو هذه غواية، هاي هو عن سابق إصرار ويريد هذا الانحراف، هذه غواية، ميل مال هو قاصد عامد متعمد. إذن الغواية بتكون فيها تعمد ولا بكونش؟ الغواية فيها، الغواية فيها تعمد. الضلال ممكن ما يكونش فيه تعمد، وإذا صار فيه تعمد الضلال شو بصير؟ معناته غواية. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب سؤال، طب شو علاقة القسم على فكرة والنجم بقضية ما ضل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى؟ إيش العلاقة؟ ملاحظين أنتم؟ يعني قد تكون أصعب إشي هاي في السورة كلها، إيش العلاقة؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحب، إيش العلاقة طيب؟ نجم وبيهوي وبيسقط، وسقوط النجم بيعني، سقوط النجم بيعني خلاص ما عدناش نشوف إضاءته، ولا عاد يهدي وبالنجم هم يهتدون، ولا عاد بدك تقول إشي على السريع؟ كيف؟ الآن جاوبت؟ أنا مش داري. طب النجم هداية ولما هوى ما عادش فيه هداية، طيب طيب نشوف. والنجم إذا هوى، ويبدو أن النجم بيهوي على فكرة، إذا كان النجم كله، إذا كان كل النجم جنس النجم كله بيهوي، وين هذا بكون؟ وين بكون؟ يوم القيامة، مش أخذ سور كثيرة؟ إذا النجم كله وين بيهوي؟ بيهوي يوم القيامة، كله كله بيهوي، بتهاوى وبنكدر وكل شيء تمام، وما بيعودش أصلا إله نور ولا غيره. مش هذا يوم القيامة؟ هذا إذا إيش؟ النجم كله. طب قولوا لي، هو يوم القيامة لما النجم بيهوي وخلاص وبينكدر وما بيعودش اصلا له وظيفة اللي كان له في الحياة الدنيا وانتهى امره، النجوم تبعثر وتنكدر والى اخره، مش هيك اللي بيحصل؟ خلاص هاي راحت. عارفين ليش كله هذا بيحصل؟ هذا يوم القيامة بيحصل لأنه بده يعاد صياغة نظام جديد أفضل من الأول لحياة جديدة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تتبدل كلها، ولما بتقشط السماء بيزال القشرة وإذا بعالم آخر بيبرز للوجود. إذن البعثرة اللي بدها تكون لما النجوم كلها بتتهاوى وتندثر، بتتبعثر وتندثر، وضوءها بروحه إلى آخره، هذا من أجل إيش؟ هذا ليش بيحصل؟ هالفوضى هاي اللي تبدو لكم فوضى في حينها، مش الآيات القرآنية لما تتحدث عن علامات القيامة هاي اللي بتبدأ مظاهر الكون تختل كلها، هذا ليش؟ هذا مش اختلال نظام، هذا اختلال النظام القديم وصناعة النظام الجديد. النظام الجديد اللي بده ينشأ عنه إيش؟ بده ينشأ عنه إيش؟ العالم الجديد لوظيفة جديدة، وظيفة جديدة. وسبق لفتنا الانتباه انه شوفوا قديش الانسان عظيم، انه لما الانسان بده يقوم يوم القيامة لمصير الاخروي تبدل الارض غير الارض والسماوات. ايش هذا؟ انتم ملاحظين قديش مهم الانسان اللي الناس بتحتقره؟ قديش مهم انه يبدل كل شيء؟ وهذا الأحداث الهائلة الكونية الهائلة، لأنه بده يقوم الإنسان اللي أسجدت إله الملائكة والجن، طلب من إبليس جن ما هو. إذن لاحظوا،
هو الرسول صلى الله عليه وسلم ايش بالنسبة لقريش ايش راح جاي يعمل؟ جاي بده يخل النظام القديم ويضع النظام ايش؟ فشافوه ايش وشو حكموا عليه؟ كيف لما نقوم يوم القيامة القبور بعثرت ونشوف شو بنقول عن النظام احنا؟ ايش هالخلل هذا؟ ايش الخلل؟ واثريته مش خلل؟ ايش هو؟ اعادة صياغة، واذا به عالم جميل جديد. ولما بيأتي الرسول فاصدع بما تؤمر، فاصدع شيك. ولذلك حصل في قريش ايش؟ في المجتمعات كلها حصل، حتى حروب بين الاهل عبين ما استقامت الامور. انتو الان من ثمرة الصحابة لاول وهلة، لما الواحد بيكون في مكة ويشوف الناس اختلفت في مكة، الاخ واخوه، الاب وابنه يلتقوا في معركة واحدة في بدر وفي احد، وايش هذا والجزيرة ايش؟ شو هالفوضى؟ ايش هالفوضى؟ لو بقي النظام القديم ايش يعني؟ كان البشرية بقيت متأخرة، بدها تصنع الان صناعة جديدة، صناعة جديدة. اذا لما بيهوي النجوم يوم القيامة بتهوي كلها، لكن هذا بتهوي هي ولا صناعة جديدة؟ فبالتالي لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فاجأهم وبده يبعثر لهم نظامهم هذا اللي هم ايش بيعلفوه، ما هم بيعلفوه. ودائما الانسان على فكرة تجي انت بالجديد، المجتمعات بشكل عام تجيها بالجديد هيك بعجباش، هي تعلف واقع معين، وبالتالي بدها تقاوم، بدها تقاوم، وانت ضال وانت كذا وجاي نحرف، ها وبدك تحرف المجتمعات، انت بدك تخرج على القيم، وكأنه وبالتالي انتبهنا للعلاقة الان بين والنجم. اذا كان اي نجم، النجوم اللي بدها تهوي يوم القيامة في اعادة صياغة ايش؟ النظام جديد. ولذلك وقتها بيكون ايش؟ الله اوحى يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، وحي. هذه اللي بتشوفوها بعثرة انتو يوم القيامة بيكون ايش؟ وحي الله بيوحي لها. وهون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بدينا ندرك العلاقة، هاي واحد. اثنين، طب ما هو كل يوم في نجوم تهوي، كل يوم على فكرة في نجوم تهوي، وهناك صور لنجوم على فكرة بتهوي الى داخلها، وطبعا لها تفسير علمي الان مش وقته، تهوي الى داخلها ثم تنفجر. هذا تقريبا بسموه موت النجوم. طبعا ليش كيف بتهوي لداخلها؟ بتهوي للمركز على فكرة. النجم الضخم الهائل هذا بتلاقيه ايش؟ انضب على بعضه هواء في المركز ثم بنفجر وبتبعثر. هذا اذا بدنا ناخذ ما يحصل مع النجوم. على فكرة هذا بداية ميلاد جديد لنجوم شابة جديدة. اذا بدنا لما النجم بيهوي وينتا في الدنيا الان، زي ما بوصف علماء الفلك اليوم كيف بتموت النجوم وكيف بتولد. هو بتولد بعد ما ينهار نجم شيخوخة، نجم بيكون قديم على فكرة، شاخ النجم. في تفسير الان علمي مش موضوعنا، كيف انه بنهار على نفسه في البؤرة، بنهار ثم ينفجر ثم تتشكل النجوم الشابة. اذا لما بنهار النجم شو هذا؟ مقدمة لايش؟ حتى في الدنيا انسوا الاخرة كمان، لما بنهار النجم في الدنيا هذا مقدمة لايش؟ لنشوء نجوم جديدة شابة. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته وظنوا انه ضل او انحرف وغوى، وانه هذا هو من عنده، هو بده يكون زعيم وهو بده لا. والنجم اذا هوى، اذا انتبهنا العلاقة. اذا النجم اذا هوى في واقعنا الان، هذا واقع ادرسوا انتم على فكرة، للي بده يعني يفصل في هذه المسألة، ادرسوا ما يكتبه العلماء عن موت النجوم وميلادها. بقول لك ببساطة فيش اشي اسمه موت النجوم،
النجوم بتموتش، النجوم بتنهار لتنفجر ومشان تكون نجوم جديدة. في العلوم هيك مظبوط؟ أساس أستاذ علوم مظبوط، مشان تكون نجوم جديدة، تمام؟ فهذا لما بنيجي بننقض إحنا نظام قريش والنظام الباطل هذا اللي ماشي في الأرض بدنا ننقضه، هذا مش انحراف ولا فوضى، ولا فوضى، هذا إعادة صياغة صح، هذا ميلاد جديد للأمم، هذا ميلاد جديد للأمم. فإذا انتبهنا قضية والنجم إذا هوى، قانون، أي قانون، دنيوي أخروي، دنيوي أخروي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إذن هو بصدرش عن أهوائه الكلام اللي بقوله، ما هو الناطق شو قابله على فكرة في اللغة؟ الناطق، الناطق شو قابله؟ الصامت. الناطق شو قابله؟ الصامت. إذن في عندي نطق وفي عندي صمت. نطق بتخرج أنت هيك، تخرج هيك ما يعبر عن، ما يعبر بأكثر من طريقة النطق على فكرة. لذلك علمنا منطق الطير، الطير له منطقه مش هيك؟ ما ما يخرج منه هيك ويعبر عن ما في داخل ايش بقصد، تمام؟ منطق. إذن وما ينطق عن الهوى، ولا إن هو، إن هو إلا وحي يوحى. إيش يوحى يعني؟ لاحظوا فعل المضارع، لأنه كان في لما نزل القرآن كان الوحي ماله مستمر، لأنه دائما فعل المضارع بدل على إيش؟ استمرارية. إن هو إلا وحي، مش أوحي، مش أوحي. هي هذه على فكرة من بداية السور اللي نزلت، هذه من بداية السور اللي نزلت النجم، وعلى فكرة هي أول سجدة فيها، لأنه آخر سورة النجم إيش؟ يلا مين بتذكر؟ فاسجدوا لله واعبدوا. هذه أول سجدة بين السجدات المعروفة في القرآن، السجدات اللي لها حكم، سجدات في القرآن 15 سجدة، 15 سجدة، هذه أول مرة بتنزل سجدة. وفي هناك صحة الأحاديث على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأها وسمعتها قريش وقرأها في المسجد الحرام، في المسجد سجد كل من سمع بما فيه أهل الشك. وهذه ما لها علاقة، الحادثة اللي صحت ما لها علاقة بقضية الغرانيق اللي احنا قلناها في المرة الماضية، ما لها علاقة، دول قضيتين إجباري. أول سجدة بتنزل على الرسول كله سجد، كله سجد، وكأنه إيه؟ فاسجدوا لله واعبدوا، وردت صح إنه سجد كل من كان يسمع وقتها، سجدوا الكفار. ولذلك جت راحت الأخبار إلى الحبشة إنه هاي أسلمت قريش، فلذلك بعدين تبين للمسلمين اللي في الحبشة إنه إيش؟ إنه مش صحيح الخبر، ما اسلموش الجماعة، بعدين استوعبوا شو اللي صار. ما هذا من معجزات الرسول، هذه من معجزات الرسول. أول سجدة بتنزل كانت من معجزات الرسول، لما سمعوها كله نزل من معجزاته، ظنوا انه اسلمت قريش، بعث لقى للمهاجرين في الحبشة، اجوا بعضهم لقيوا مش صحيح الكلام، وانه بالعكس قريش شدت اكثر، تمام؟ هذه مش قضية الان بدي اخوض فيها، فهي من السور اللي نزلت على فكرة في مكة طبعا بدري شوية إذا صح التعبير، وفي أول سجدة. طب شو اللي جاب أول سجدة إحنا صحيح؟ قلنا نرجع من أوائل السور اللي نزلت أول سجدة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إيش يوحى؟ استمرارية، إن هو إلا وحي يوحى، وهو مش مش رغباته،
مش تمايلاته، مش وجهات نظره، وما ينطق عن الهوى. واحنا حكينا شو معنى هوى، هوى النفس. ولذلك المسلم ممكن بالتدريب يصير هوى مع مين؟ مع الشرع، مع الشرع. هذه مش سهلة على فكرة، هذه بدها تدريب، بدها تربية، بدها تدريب وتربية يصبح هواك. انت ممكن عقلك مع الدين، عقلك مع الدين، لكن وين انت بتتكامل الصورة؟ وين انت بتتكامل الصورة؟ لما كمان هواك بصير ايش؟ مع الدين. هذه مرحلة راقية جدا، هذه مرحلة. لانه كثير من الناس على فكرة حتى وهو ملتزم عقليا هواه مش مع الموضوع. ليش؟ فبتلاقيه مثلا متضايق من الصلاة فرضا، في حين الرسول صلى الله عليه وسلم كان وين يرتاح؟ في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، ملاحظين؟ وهذا على فكرة بالتدريب بصير. الله بيطلب منك أولا تلتزم، حتى لو هواك مش مع التزم، التزم. طيب ماني من الداخل هيك بعد هالمسائل مش راكبه مزبوط، ممتاز. ما احنا واضعين لك برنامج تربوي، موضوع برنامج تربوي، اسلك 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 اسلك. طبعا يسلك تمام، برنامج تربوي يعني يسلك فيه السلوك السوي وفق فعلا. ها بعدين بصير وهذا بصير هواء. وين رايح؟ وين رايح؟ مع الدين. في وبيحب، بصير يحب الاشياء اللي بصير يحبها بعد ما كان هي ثقيله عليه، وملتزم فيها هو، ملتزم فيها هو. اهم شيء الالتزام. هواك هذا بعدين بيجي، هواك بعدين بيجي. طيب وما ينطق عن الهوى ان هو الا، اذا هون هو إن هو إلا، يعني مش إشي ثاني إطلاقا، مش إشي ثاني إطلاقا. إن هو إلا، إن هو إلا وحي يوحى، علمه، علمه. الضمير بيرجع لمين؟ واحد من اثنين، علمه أي علم الوحي. إن هو إلا وحي يوحى، علمه، علم إيش؟ الوحي. لمين بده يكون علم الوحي؟ للرسول. هو وحي يوحى لمين؟ وحي يوحى لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. علمه، علم الوحي مين؟ إذن علمه، أو علم محمد. انتبهنا الضمير علمه، مزبوط يا شيخ طارق؟ منيح هيك ركبة؟ هات يلا على السريع يا شيخ طارق. بعد ما كان الحديث لتبرئة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا بعيد كلام الشيخ طارق لأنه بتطلع منه جواهر كثير منها. ها؟ أيوة، بعد ما كان الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم، الآن الكلام عن مين؟ طيب ما هو ممكن كمان علمه، يعني علم محمد يوحى، علمه اذا انت بترجح الان انه علمه، بترجع اكثر للوحي، يعني علم الوحي. ان هو الا وحي يوحى، علمه يعني علم الوحي، مش هيك؟ علم بلى. ان هو يعني مش محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، هذا النطق اللي بنطقه هو وحي، علمه أي الوحي، علم الوحي. علم لمين طبعا؟ ما علم للرسول والرسل يعني. والرحمن علم القرآن. علمه شديد القوى، شديد القوى، القوى، تمام؟ هون يكاد أهل التفسير يطبقوا، مش 100%، يكاد يطبقوا إنه شديد القوى مين هون؟ جبريل عليه السلام. علم الوحي مين؟ علم الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم مين؟
لما كيف نقول مساق مساق الفيزياء درسه، اذا رجعنا علمه مساق الفيزياء، مين درسه؟ درسه فلان، درسه فلان، مش هيك؟ علمه ايش يا شيخ؟ اه تأخذ مفعولين، علمه بشيك يا شيخ، هاي كمان بصمات اهل اللغة، علمه شديد القوى، اللي علمه قوة واحدة ولا قوة متنوعة؟ قوة متنوعة، ما في قوة علمية وفي قوة عملية، في قوة علمية وقوة ايش؟ عملية. قوة العملية مثلا في الجسد، وفي قوة في الدين مثلا، وفي قوة في الدين، وفي قوة في الفهم، في قوة في الفهم، وفي قوة في الاستنباط، تمام. علمه، علم الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى، شديد القوى. هل هو جبريل عليه السلام؟ انا طبعا شخصيا مش مقتنع انه جبريل، تمام، مش بس بدي امشي الان شوية وبعدين بنقول ليش انه مش جبريل عليه السلام. علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة فاستوى، شديد القوى ذو مرة. المرة ممكن يعني اذا بنرجح واحد من معنيين وبعدين بنشوف كيف بده ينطبق المعنى هذا او هذا في الاشي القادم. علمه شديد القوى الشدة، شو يقابل الشدة على فكرة في اللغة؟ لا، القوة يقابلها الضعف، والشدة يقابلها الرخاوة. شديد ولا شد؟ ارخي، شد ارخي، مش هيك منقول احنا؟ ولا منقول شد اضعف؟ منقول الشد اضعف، منقول شد. طيب شد، ارخي، رخا. اذا شو يقابل الشدة؟ الرخاوة. وشو يقابل القوة؟ ضعف، الضعف. علمه شديد القوى، والقوى واضح انها يعني قوى، شديد القوى ذو مرة، مرة ذو احكام، ذو احكام في الاشياء، يحكم الأشياء محكم. إذن شديد القوى يحكم الأمور، كمان مرة، شديد القوى يحكم الأمور، يحكمها. هاي مرة، ومن ضمن معاني مرة على فكرة، وبعدين طبعا مشان نشوف التفسير إيش، مين جبريل عليه السلام ولا غيره. مرة من المعاني الثانية، إذن لاحظوا المعنى الأول، علمه شديد القوى ذو شدة، أو ذو إيش قلنا؟ إحكام للأمور اللي بيكون فيها، أو له مرور خاص، لأنه المرة ممكن تكون المرور عرفك، والاجتياز، مرور والاجتياز. فذو مرة يعني له مرور خاص، مرور، مرة فيه ممكن المرور، إله مرور خاص. شو بي كيف؟ لا تحل الحديث، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وفي أحاديث
ولا لذي مرة قوي. هذه الصياغات بارك الله فيك. ولا لذي لحظه لذي مرة قوي، ما هو ممكن يكون قوي ولا يحكم الأمور وبقدرش يدبرها، يعني ممكن يكون قوي وسوي سوي ما فيش فيه عنده خلل، مش معاق، مش كذا مش كذا مش كذا، بس ما عنده قدرة على التدبير والحزم في الأمور. ولا لذي مرة سوي ولا لذي مرة قوي. طيب علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هاي فاستوى بعد ما نشوف مين المقصود، مين المقصود ممكن نرجع لها، بس خلينا نذكركم سابقا انه ما معنى استوى. ما معنى استوى؟ سبق قلنا اذا بتذكروا، بدنا نذكركم لانه في كان درس كامل حول موضوع استوى على العرش. لا نستطيع ان نعرف معنى استوى حتى تبين لنا الحال. فاذا الكلام عن خط فمعناته الاستواء ايش؟ استقامة. استوى الخط يعني استقام. واذا حديثنا عن طبخة معناته نضجت الطبخة، استوت. احنا سبق قلنا هاي فصحى. واذا واحد متمكن من الجلسة معناته ما منقول استوى حتى يتمكن. إذن باختصار عشان كان في درس تفصيلي، الاستواء هو كمال حال، كمال حال، بلغ أشده واستوى، اكتمل، بلغ أشده. لأنه هم تقدروا إذن لابد تبين لي إيش الحال مشان نعرف معنى استوى. لذلك ليس الاستوى معنى حتى تبين لي عن ايش بتحكي، عن رجل مثلا بلغ اشده واستوى، ولا عن طبخة واستوت، ولا عن خط واستوى، مش هيك؟ ولا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، وعن ايش بدك تحكي حتى افهم شو معناته استوى. تمام؟ وفي استوى على، وفي استوى الى، وفي استوى، في استوى على، في استوى الى الى، وفي استوى بدون لا على ولا. هون ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق، لاحظوا به مش في، مش في، مش وهو في الأفق، في الأفق، وهو بالأفق. من معاني الباء ايش يا شيخ؟ كيف؟ طيب الباء على كل في باء تخصصك يا شيخ في الباء كيف؟ في مصاحبة مثلا. طيب يعني وين ساكن؟ في رام الله. وين ساكن؟ برام الله. ممكن مش هيك؟ بالبيرة قصدي. طيب وهو بالأفق، ايش الأفق؟ أفق كل شيء بحسبه، أفق كل شيء بحسبه، لأنه هو الأفق، لاحظ جوانب الشيء ونهاية اتساعه، كمان مرة، جوانب الشيء ونهاية اتساعه، هذا أفقه. وبيختلف في أفاق مادية وفي أفاق إيش؟ كيف لما نقول انسى هذا فلان أفقه ضيق، يعني هالقد يفهم؟ شو يعني هالقد؟ لا حد هون، في ناس إيش أفقه أوسع هون، وفي أفقه أوسع هون، ها أفق. وإذا بتلاحظوا مرات بنتكلم، أنت بتتكلم بكلام وتفتح للناس أفاق، ايش افاق يعني؟ بتوسع لهم. بعد ما كانت الامور هيك انت بتفتح لهم افاق، افاق،
تيجي بتقول لهم انتم بس بتشتغلوا في هذا الموضوع، طب ما في امكانيه تشتغلوا بهذا الشكل بهذه القضيه، وفي هاي مشاريع هون وهي مشاريع هون، وافاق. اذا هو الاصل، لاحظوا الافق شو هو، جوانب واتساع ونهايه، نهايه يعني دائما الافق هو نهايه الشيء. ففي افق مادي، في افق معنوي، في افق روحاني الى اخره، افاق. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. بدنا اليوم شويه نحاول نبعد شويه تدلى اللي هي عندكم متعلق كيف الشجر متعلق ومتدلي، لان هاي اذا بتلاحظوا مسيطره على الدماغ، ادمغه الناس تدلى انه بس هذا معناها. الان بدي امثل لكم دنا فتدلى، امثلها تمثيل. لاحظوا، نفرض قدامي انا شخص، قدامي شخص، لاحظوا، ثم لاحظ الان دنا، الكلت مش عارفين مين احنا بس بدي اقربها، لاحظوا فتدلى. اذا تدلى فيها دنو، ولكن انو دنو؟ لاحظوا الان كمان مره، لاحظوها، ثم دنا فتدلى. ايش يعني؟ تدلى فيها دنو، فيها بس فيها دنو مع ايش؟ استرسال، لاحظوها، استرسال بسهوله ولطف ورفق، ورفق مش بترمي رمي، مش لا 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 لا. ولذلك حتى شوية بدي أقرب لكم الصورة، هو لما واحد يتدلل على أهله وقرايبه شو يعني بتدلل؟ بنبسط معهم هيك وبمحبة وبلطف بتدلل، مش هيك؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. اقول يا شيخ طارق كل ماده دال ولام مالهن، دلوا دلع دلف دلس كمان، وايش كمان؟ دلج فيه اذا بس ليش هذه ليش التفاحه المتدليه؟ لانه نزولها بكون ايش؟ بلطف و جمال وسهولة، وشوي شوية تجيش دفعة واحدة متدلية بتكون. حتى ايش؟ خلينا بهدولاك. اذا انسوا تدلى اللي تعلق يعني، لا تدلى فيها، لاحظوا، قرب اقتراب بلطف وسهولة، ملاحظين؟ وفيها دنو، بس انو دنو منهن؟ لاحظتوا انتو لما انا قربت وبعدين ايش؟ انحنيت. ولذلك الناس لما بتمسك الدلو فارسلوا واردهم فادلى، كانوا دير بالك كيف بنزلوا الدلو، بنزلوه كانوا شوي 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 بشيك، ارسلوا واردهم فادلى دلوة، لذلك سموه دلو، لانه بينزلوا الناس برفق وسهوله مشان يوصلوا لشيء، بيقتربوا من الماء وبعدين بشكل. ثم دنا فتدلى، اذا تدلى فيها دنو، فيها دنو. والدنو على فكره دير بالكم الدنو بشكل عام فيها برضو معنى ايش؟ الاقتراب هيك تحت شويه تحت شويه، لانه بنستخدم كلمه ادنى برضو، ادنى دنو، وتدلى اكثر، فهي مرتبه بعد الدنو، بعد الدنو مرتبه التدلي، وفي تدلل كما قلنا مش هيك؟ اذن فدلاهما بغرور. معناته كيف قدر ابليس، ابليس على فكره قربهم على الموضوع شوية شوية من هون ومن هون بخفة بخفة حتى وقعهم، فدلاهما إبليس فدلاهما بغرور،
غرهم وخدعهم عن طريق الخداع، خلاهم ايش شوية شوية يقتربوا من الشجرة، وبالأخير يقتربوا من الشجرة فدلهما بغرور، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. مش معقول يكون جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، لأنه هي الضمائر كلها إيش يعني فأوحى إلى عبد الله، ما كلها ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، الضمائر ماشية، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قديش معنا؟ شو هو عفوا؟ كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إعلانات أنها وحي، أنها وحي فهي وحي، والوحي جزء قسمين، قرآن وسنة، قرآن وسنة الوحي، القرآن وحي والسنة وحي، تمام؟ مش كل ما ينطق الرسول بيكون وحي، ما ينطق بصفة رسول، ما ينطق بصفة رسول وحي، ما ينطق بصفة بشر مش ضروري وحي، إنما هو رسول معلم علم الوحي فبده يبلغه. جايكم بصفة محمد ابن عبد الله ولا جايكم بصفة رسول؟ إذا جايكم بصفة رسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما بصير يتكلم معكم ويتباسط أنت وياه في كلام عادي ما بتفهموا منه إنه رسول، هذا مش بالضرورة يكون وحي، ما بتفهموا إنه رسول خلاص مش وحي، تمام؟ إنما لما بتكلم كرسول فهو وحي، لأنهم هم ما كانوا بيأخذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه العادي معهم بصفته تفضل يا أبو فلان أهلا وسهلا يا فلان بارك الله فيك، المجاملات شو علاقتها هاي في الحياة اليومية، في الحياة اليومية. إنما لما نفهم إنه، لذلك الصحابة كانوا يحاولوا يتحققوا مرات، لذلك لما نزل في بدر في مكان محدد مش سألوا الصحابة قال له هذا يعني هذا المنزل الله سبحانه وتعالى أنزلك هذا المنزل ولا هو الرأي والحرب يعني والخديعة والآخرية، ففهم أنه لا هذا هو تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته إيش قائد عسكري، صفته قائد عسكري. وعلى فكرة وبالتالي القائد العسكري، حتى القائد العسكري الفذ هو مش دائما رأيه كمان بحاول ايش يأخذ رأي الآخرين اصلا، وامرهم شورى بينهم، هذا اصلا من اخص خصائص اهل الايمان المسلمين يعني يجب ان تكون مش هيك. وبالتالي فالرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل سأله هذا وحي ولا منك قالوا لا مني، قالوا بدك اقترح، قالوا اقترح مش هيك اقترح واخذ برأيه، اخذ برأي انت ملاحظين؟ وهون على قضية كيف؟ والمرأة اللي قالت له انه امر نبوي ولا فاحيانا كان يستشفع الرسول، استشفع مش استشفع بين زوجه وزوجها كأنهم اتطلقوا والرجل طلب من الرسول يتدخل مشان ترجع له او فالمرأة لما فهمت انه يعني انت يا رسول الله بتستشفع ولا امر، لانه اذا امر خلاص هذا امر، لا فهمت انه بيستشفع الرسول فقالت له انا مش يعني مش حابة ترجع للرجل، والرسول بيضغط عليها هو يعني بتعيش مع الرجل يعني مش معقول. وعلى قضية القيادة جيد نلفت انتباهكم لقضية كانت قديما يعني من سنين طويلة، البنتاغون الامريكي اللي هو وزارة ايش
الدفاع والحربية مش هيك؟ حربية. البنتاغون الأمريكي في يوم من الأيام وضعوا يعني زي ما نقول صفات القائد الفذ، 1 2 3 4 5 6 7 10 اللي هو، وحاولوا يطبقوها على قيادات العالم عبر التاريخ، عبر التاريخ تمام، طبقوها. عارفين كانت النتائج وقتها ونشرت في الجرائد في حينه. القائد الأول عبر التاريخ، كل التاريخ البشري، محمد القائد العسكري، القائد اللي بده يكون قائد فذ لازم تتوافر فيه هذه. لما طبقوها وجدوا مين الأول، ونشرت في حينه، هذه من سنين، نشرت في حينه محمد أول قائد. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان جامعها على فكرة، من كله حتى لما كان، إذا والله أعلم حيث يجعل رسالته، بشكل أعلم حيث يجعل. فبالتالي هو مش بس قائد عسكري، وقائد الأمة كمان. ما هو القائد بقودها مش بس في الحرب، بقودها في الحرب وفي السلم. بس هم يبدو البنتاغون كانوا بيتكلموا عن القائد العسكري في الحروب، يبدو في حينها لما وضعوا مهم اختصاصهم في عالم القيادة. مهم على فكرة، ديروا بالكم، هذه الأمم تستفيد من كل خبرات البشر، بدرسوا كيف. مثلا خالد بن الوليد على فكرة درس كثير، وخطط خالد بن الوليد كقائد فذ بدرسوا. انتم ملاحظين؟ ولذلك سبق أنا ذكرت انه راح في يوم الايام وفد زمان، وفد من فتح، هذا زمان قبل ما يصير هون، قبل ما يعني يصير في سلطة وتفاصيل. راح وفد من فتح على الصين، هذا في اول على الصين، وقبله كان وقتها ماو سي تونغ موجود. ماو سي تونغ كان موجود. ففاجأهم ماو سي تونغ، قال لهم تعرفوا عبد الكريم الخطابي؟ قال فبدأ يروي يخبرنا مين عبد الكريم الخطابي وإيش قام عبد الكريم الخطابي القائد الفذ. شوفها يعني ماو سي تونغ كقائد معناته بدرس القيادات في العالم مشان يأخذ منها. من ضمنهم مين؟ عبد الكريم الخطابي اللي كان في المغرب، اللي استقل في الريف المغربي 5 سنوات كاملة وهزم دولتين كبار في حينه، إسبانيا وفرنسا إلى آخره، بشك. وكيف في الأخير انتهى، وكيف اجتمعوا عليه، وإيش الجيوش اللي حشدوها حتى استطاعوا أنهم يقضوا على ثورة عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي. فبالتالي أقصد أنه ما تستغربوش أنه البنتاغون الأمريكي لما في الأخير طبق ووجد أنه، لأنه مهم أصلا بدرسوا قيادات مشان يستفيدوا من خطط. ولكن بدك تعرف أنت كيف بدك كل ما استفدت أنت من خبرات الأمم المختلفة في الأمور الحياتية، أنت بتصير أقوى وفاهم. أنت بتأخذ من هذا، بتأخذ من هاي الثقافة ومن هاي الحضارة، من هاي الحضارة بتجمع. ولذلك أكثر ناس بدرسوا الغربيين على فكرة، الدراسات الاستشراقية وغيرها بدرسوا الأمم بالتفصيل. ليش بدرسوا الأمم بالتفصيل؟ هو مش بس مشان يفهموها ويسيطروا عليها، مشان كمان يستفيدوا من خبرات الأمم كلها. لأنه البشر هيك البشر بترتقي بهذه الطريقة، ترتقي إنها تأخذ من خبرات بعض البعض. ليش لا أنا أجرب؟ أنا إذا في أمم مجربة، إذا في أمم مجربة واصلة لأمور، أنا أبدأ بأخذ منها وبستمر هكذا. وهذا اللي بفسر لكم إيش بتجدوا كثير من المستشرقين وصلوا في دراساتهم لما درسونا إحنا، دارسين أمور أكثر منا. لما كنا بدنا قبل ما يكون الكمبيوتر هذا والموسوعات الموجودة اليوم، لما كنا بدنا نبحث عن حديث نعرف انه هذا الحديث وين موجود في الكتب التسعة، كنا نشتري موسوعة ضخمة على فكرة، موسوعة ضخمة ادلنا وين الحديث موجود. الموسوعة مألفينها ألمان، مش احنا اللي ألفناها. هذه الموسوعة الضخمة اللي بتدلك على اي حديث بدك اياه موجود في الكتب التسعة،
طبعا البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند احمد، ومسند احمد لحاله اكثر من 30,000 حديث، ومسند الدارمي، ها كتب 9. الالمان اللي وضعوا بالعربي بالعربي، ليش ما وضعوه هم؟ ليش وضعوه هم؟ من اجل تسهيل دراستهم. فلما تجدوا هذه الامم تدرس كل صغيره وكبيره في الامم الثانيه، هي في اكثر من هدف، من ضمنها انهم يستفيدوا من الحضارات المختلفه. نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.